طب الحديث بتاع مش كما قاموا في بيت من بيت من بيت الله يقول لك كتاب الله يتدرسونه ما بينهم اللي هو بقية الحديث يعني هو طبعا يشمل اللي هو طلب العلم طبعا صح؟ يشمل ايه؟ اللي هو دراسة علم يعني حلمة علم عادي يرضي صح؟ لا، حلقة العلم لها أجر آخر، هذا في القرآن وتلاوته، أما حلقات العلم الأخر لها أجور أخر. تمام، يعني المقصود بحلقة العلم هنا دراسة كتاب الله عز وجل. هو الحديث ما جلس قوم الله عز وجل ودراسته صح؟ اصبر، ما هو كده لفظ، هو مش رأيي يعني. اصبر، هو لفظ الحديث كالآتي: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففي القرآن حلق العلم الأخر لها أجر، لكن هذا المذكور بالقيدين: في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. السلام عليكم.